الاسم تاعها سلام الكوري مزداد 1968 لواحد تفاريتي اختطافي 87 20 في الشهر 87 امتان مجيء البعثة الأممية لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية. ذاك الوقت كنت تلميذ في البكالوريا في الثانوية الوحيدة اللي كانت في العيون ذاك الوقت. ما كانت عندي ارتباطات تنظيمية مع جبهة البوليساريو كتنظيمية، ولكن هناك بحكم العائلة وكذا هناك يعني تعاطف يعني يبان يعني القزو المغربي وجلاء إسبانيا. أتذكر أن يعني كنت صغير أنا كنت نبكي بيا صاحبي الصغير كان يقرأ معي في السوري ماشي، والتي تبكي بها أخوتها ماشي جالسين جنبها أنا نبكي على صغني صغير معايا، والوالدة تقول عيالة تبكي هي على تبكي على 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 أخوتها ماشيين. عاد يخلق هذا دائما هذا النقاش على طاولة التاي بين الوالد والوالدة، فهمت نحن نعيشوا ذاك فهمت اسمه ذاك النقاش ذاك هو. وكنا نمشوا أكثر للعاطفة يعني الوالدة يعني الوالدة ما نعقل عليا أنه من نهار كبرت عنه قال لي أنا خاصك تعدل كذا ولا تعدل كذا من أجل القضية الوطنية وكذا. هو علمنا إحنا واحد مجموعة من الأصدقاء اللي من خلقت على أن جاية هذه البعثة يعني 15 يوم نتذكر أنا سابقا قعدنا نتناقش وفنا ونقاش لو استقطوا آخرين معنا من التلاميذ اللي معنا، وفي نفس الوقت تحضير لمجيء هذه البعثة. من أول ما تبادرنا ذاك الوقت على أننا نبحث عن لائحة هذه الناس اللي مختفين، نذكر عنا ما استطعنا نجمع 65 واحد في ذاك الوقت. ذاك الوقت ما مئات من المختفين يعني أنت منك عالم على غير من الشيء اللي نذكر أنا 65 واحد اللي استطعنا في ذاك الوقت. وكنا وجدنا رسالة في ذا على أن هما يجيو يبركوا عند أوتيل المسيرة يعطوها له، ونحن متواجدين على أننا يعني ندير مظاهرات نوجدوا حتى المطار يعني على أنك خاصك تمشي يوم الجمعة ذاك بكري خاصك تقيس المطار. أجهزة الدولة المغربية من علمت يعني أنها هي كانت عندها يعني وصلت عندها معلومات على أن فيه تكون مظاهرات وأجهزة كذا، وحاولت تساخر مجيء البعثة بيومين يعني الأحوال الجوية كذا، ونزلت ذيك الطيارة أصلا في الرباط واستقلوا هم ذيك الجمعة والسبت والحد، وخلقت موجة كبيرة من الاختطافات في الصفوف، وتم اعتقال يعني اختطافي في ذيك يعني ذيك من هذيك المجموعة. ذكر أنا مجاني مجموعة بكري نقف حقنا الخمسة ولا ستة في الدار بكري افتحان من الوالد قالوا له فين ولدك كذا كذا تحاول تف دخله يوم 20 في الشهر 11/87 يوم الجمعة بالضبط. ودخلوا علي في البيت وعاوني كذا يلوضوا ويجيو نترو شي من الغايات يعني كنت مخزنهم في بين المغربيين بحال و دار مارغو ذاك الوقت. والوالدة كانت بحقها حميلة يعني كان واحد شي مؤثر فهم يعني ما قديت فهمت هما يخبطون اتباقي اللي يزالي المغرب باش ما يوقع شي قدام الوالدة حال كانت حميلة بختي. ثم قلت لي يا أحلى أنتو في الغركات قاعدوني في واحد الغركات واحدين اثنين بينهم قامت ماشية دنكسو راسي لتحت داول واحد الباندا